احنا كنا عادي بنلعب 12 و15، وما كانش ينفع نلعب اكتر من سننا يعني. فعملوا قانون ان اللي جوه ال 16 في ايفنت معين يلعب اللي بعديه، فانا كنت جوه ال 12 و15، فلعبت ال 18 والسيدات. نزلت اول بطولة سيدات، كسبت ماتشات صعبة، بعدين خسرت على الثمانية تقريبا. بعدين البطولة اللي بعديها أخدت أول، الحمد لله. الناس كانوا مستغربين وفي نفس الوقت مبسوطين ليا أوي، عشان كانواش متوقعين إن أنا هكسب بطولة السيدات. بحس باستمتاع أوي وأنا بلعب مع الكبار، بحس باستمتاع أوي عشان بحس يعني بحب اللعب اللي هو الصعب، يعني بحب ألعب مع الناس الصعبة وعادي ألعب مع الناس الضعيفة. هنا جودة هي دلوقتي رقم واحد على العالم تحت 15 سنة نشأت. هنا جودة بطلة مصر في جميع الإيفنتات المراحل السنية، ما حصلش قبل كده حاجة زي كده في مصر يمكن في تاريخ العالم كله. هنا جودة هي بطلة بروح طفلة. هنا جودة هي معجزة تنس طاولة في مصر وفي أفريقيا كلها، ويمكن العالم كله دلوقتي بيتكلم عنها. هنا جودة إن شاء الله أملنا إن هي تاخد ميدالية أولمبية إن شاء الله الفترة اللي جاية. إن هنا عندها إصرار إن هي دايما تجيب الكورة كويس، فرق إن هنا تفكيرها في اللعب نفسه مختلف عن بقية اللعيبة، وإن هي ممكن تفضل تلعب كده ساعة مش هتتعب، لأن هي عايزة تبقى بطلة. بص، احنا الحمد لله احنا تيم وورك، بنخطط وبنقول يا رب ان هي تحقق الحاجة اللي احنا بنعملها. كان عندنا بلان ان هي تبقى رقم واحد على العالم السنة دي، والحمد لله بالبطولات اللي هي كسبتها والحاجات اللي هي عملتها على مدار السنة اللي فاتت وصلنا لرقم واحد على العالم. جوه مصر احنا بطولة السيدات دي كانت مفاجأة بالنسبة لنا ان هي تكسب وتاخد اول، دي كانت بالنسبة لنا مفاجأة. كل المدربين بتوعها متوقعين ان هي تقدر ان هي تلعب الاكبر منها وتغلبه، لانها عندها مهارات وتقدر تخليها تكسب الاكبر منها.